أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل ما نبدأ درسنا يا إخواني، هناك بعض الأسئلة التي تتكرر وتتراكم في نفس الباب، نجيب عليها بإذن الله ثم نكمل ما تيسر. يعني السؤال الأول اللي جاني من أكثر من جهة عن حكم قيام الإمام في الصلاة للركعة الخامسة، يعني إمام يصلي ومأمومين، يعني يصلي خلفه مأمومين، وقام هذا الإمام بالخطأ للركعة الخامسة، فيسأل السائل وأكثر من شخص سألني هذا السؤال، ما الحكم في هذا الأمر؟ نقول أصل يعني العبادات توقيفية، يعني إذا كانت الصلاة أربع ركع فهي أربع ركع مش خمس ركع، وعند قيام الإمام للركعة الخامسة على أي شخص من المأمومين أنه يقوم بتنبيهه أنه قام لهذه الركعة الخامسة بالخطأ، فإن سبح له من خلفه أنه قام بالخطأ، على الإمام أن يعود ويقعد للركعة عن هذه الركعة ولا يقوم بإكمالها، حتى لو ابتدأ فيها، حتى لو ابتدأ التلاوة والقراءة، بترك بنهي وبنزل كأنه هذه بالخطأ، ويكمل صلاته في الركعة الرابعة ويسلم، وبعد التسليم يسجد سجدتين سهم سهو ويسلم من جديد، وعليكم السلام. فهذا الحكم الأصلي. هلا نقول لو الإمام ما رد على الأشخاص اللي نبهوه أنه قام بالخطأ وتم واقف للخامسة، شو الحكم للي خلفه؟ نقول إذا الخلفه اللي كانوا متأكدين أنه جاب أربع ركع وهي الركعة الخامسة، ما بيوقفوا معه. أي شخص يقف مع الإمام للركعة الخامسة وهو يعلم أنه جاب أربع ركع وهي الركعة الخامسة، صلاته تبطل مباشرة، لأنه هو زاد في الصلاة. فيبقى هذا الشخص من خلف الإمام جالس في مكانه حتى يعود الإمام لفين؟ لركوعه، ويسلم ويسلم معه. فبشكون هون بهاي الحالة المأموم بكون صلى أربع ركعات حتى لو الإمام صلى خمسة. لا، الإمام من المؤكد أنه ما راح، يعني إذا هو جاب الخامسة منه هو يعتقد جازما أنه هو جاب ثلاثة وهي بتكون الرابعة، فبتكون عن طريق الخطأ. فإن كان الإمام مخطئ صلاته صائبة يعني صحيحة ما فيها مشكلة، فأنت تكون صليت أربعة وهو بكون صلى خمسة بالخطأ، صلى خمسة بالخطأ صلاته صحيحة ما فيها مشكلة. أما أي شخص بكون عارف أنه هو جاب أربعة وبيجيب الخامسة، صلاته بتكون باطلة. يعني إذا كان الإمام بيعرف أنه هو جاب أربعة وقف تم واقف للخامسة، صلاته تبطل. وفي هاي الحالة الإمام بيكون هو الضامن للمأمومين، يعني بيكون إذا في وزر في هاي الحالة على رقبة الإمام وفي ميزان الإمام. ونقول أنه يعني لا نعتقد أنه الإمام راح يجيب الخامسة وهو يعلم أنه هو جايب خامسة، يعني من المؤكد راح تكون أنه هي بالخطأ. عشان هيك بيكون من خلفه يتوقف عند الرابع ولا يقف معه. هذا الأصل، هذا الأصل المفروض فيه، بتم جالس في مكانه
لحد ما الإمام يخلص وينزل ويسلم بسلم معه، فبتكون صليت أنت أربعة صحيحة، بتكون صلاتك صحيحة بإذن الله عز وجل. هذه من ناحية. سؤال آخر إخواني، بعض الإخوان بيسألوا عن حكم البسملة وبقولوا أنه إحنا في الصلاة أحيانا الإمام يبدأ الفاتحة ويسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرين ما بيسمي وبيبدأ بالحمد لله. يعني إحنا مين الصواب، أنه نسمي بالفاتحة ولا نبدأ بحمد الله مباشرة بالحمد لله؟ نقول إخواني يعني على الغالب، على الغالب أنه البسملة جزء من الفاتحة. يعني لو إحنا فتحنا المصحف ونظرنا إلى أرقام الآيات راح نلاقي أنه في الفاتحة البسملة بتأخذ رقم واحد، وبعدين نكمل هم سبع آيات، السبع المثاني. فالبسملة من الفاتحة آية وليست افتتاح مثل باقي الصور، مش افتتاح، هي آية. فيجب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف ما بين العلماء مش إنه إحنا نبدأ ببسم الله ولا بالحمد لله، خلاف بينهم إنه لما نقرأ بسم الله هل نعلنها ولا نصرها. يعني كل الهائمة لو أنت ما سمعتوش بقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أنه يسمي من غير ما أنت تسمعه هو بسمي، هذا ما في خلاف عند الأئمة فيه. بس أنت لأنه ما بتسمعه شو بتفكر أنه هو ما سمى. أما إخواني إذا إحنا كان السؤال تبعنا كالآتي، هل على الإمام أنه هو يجهر بالبسملة ولا أنه يسر فيها؟ فمنقول التنتين واردات عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجهر بالبسملة، وأحيانا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما جهر في البسملة، إنما البسملة واردة. عشان هيك بغض النظر أنت جهرت فيها ولا أسريت فيها، فالصلاة إن شاء الله سليم. وأي شخص يريد أن يؤم بآخرين عليه أنه هو يبدأ بالبسملة في الفاتحة، وله الخيار أنه هو يجهر أو يسر، ولكن ما بترك البسملة. شو لازم؟ لازم يبدأ بالبسملة. والبسملة مهمة جدا جدا جدا، مش بس إخواني على الصلاة وفي الفاتحة. بذكركم بأمر كمان أهم، إنه البسملة ضرورية حتى على الوضوء. لما تتوضأ قبل ما تبدأ الوضوء يجب أن تسمي الله عز وجل. وهناك كثير من الأحاديث، هناك كثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. يعني إذا أنت ما سميت على الوضوء كأنك ما توضئ، وكمان الصلاة لا تجوز بدون وضوء، فتصبح البسملة ضرورية للوضوء والوضوء ضروري للصلاة، وبتصير البسملة عمود بالنسبة للوضوء وللصلاة. فهذه كمان إخواني مهم، ومهم جدا. وفي ناس إخواني بتغفل عنه، إنه الوضوء ضروري إنه إحنا نبدأ ببسم الله قبل ما نتوضأ للصلاة. فالبسملة وضوء وصلاة بإذن الله. هذا كمان سؤال إخواني. سؤال آخر، يعني أحيانا صغار السن بيسألوني بيقولوا لي إنه إحنا في الركوع وفي السجود بنتخربط. في الركوع أقول سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم، وفي السجود فشو في طريقة سهلة نحن نتذكر ركوعنا نقول فيه سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم؟ بنقول بكل بساطة، يعني أسهل طريقة إنك تتذكر في الركوع إنك أنت انتهيت من تلاوة قرآن. وعادة في تلاوة القرآن أنت شو بتقول في النهاية؟ بتقول صدق الله العظيم. فبتستخدم كلمة العظيم من التلاوة حتى أنك تقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وفي السجود بتكون أنت منخفض أكثر ما يمكن إلى الأرض، وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى أعلى ما يمكن، فتقول سبحان ربي الأعلى كونك منخفض والله سبحانه وتعالى هو الأعلى. فهذه بتكون طريقة سهلة أنهم يتذكروا هذا الشيء. كمان سؤال إخواني في نفس باب الصلاة، البعض بيسألني يعني رفع اليدين كما في تكبيرة الإحرام. أحيانا بنشوف بعض الأشخاص عند الرفع من الركوع أو عند الركوع أو الرفع من السجود بيرفعوا أيديهم كما في تكبيرة الإحرام، فبيسألوا يعني هل هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فبنقول كالآتي، إذا أنت بدك تأخذ قاعدة مما ورد في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول عند الركوع، عند الركوع سواء النزول للركوع أو الرفع من الركوع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه
حذو منكبيه كما في تكبيرة الإحرام. يعني لما بدك تنزل للركوع مش للسجود، هنعرف الفرق بين الركوع وبين السجود. الركوع انك انت في منتصف الطريق، والسجود للأرض. فلما بدك تنزل للركوع بترفع ايديك كأنك بتكبر، ولما ترفع من الركوع ايضا ترفع ايديك كأنك بتكبر. اما عند السجود والرفع من السجود فما بترفع ايديك. يعني في ثلاث حالات في رفع اليدين: عند بداية الصلاة، وعند النزول للركوع، وعند الرفع من الركوع ممكن انك انت ترفع يديك فيه. هذا كمان سؤال اخواني البعض بيسالني فيه، وانا بحاول اجمع الاسئله اللي بكثر فيها اللي بتكثر في هذا الباب. كمان اخواني من الاسئله اللي بيسالوني اياها، يعني حكم رفع اليدين للدعاء في داخل الصلاه. يعني لما الامام يدعو انا ارفع ايدي حتى اني انا ادعو ولا ايش؟ بنقول اخواني هناك ادب للصلاه وهناك أدب للدعاء. يعني في فرق بين أدب الصلاة وبين أدب الدعاء. أما أعظم أدب من آداب الصلاة ألا وهو الخشوع، وأعظم أدب من آداب الدعاء رفع اليدين، أنك ترفع يديك بطريقة ما، وأن يكون نظرك في الأرض. هذا أدب الدعاء بهذا الشكل. هلأ إن اجتمعت الصلاة مع الدعاء فمنقول إن كانت الصلاة مفروضة، يعني من المفروضات، فيكون أدب الصلاة اللي هو الخشوع مقدم على أدب الدعاء. بهذه الحالة لا أرفع يدي، لأنه رفع اليدين يتنافى مع إيش؟ يتنافى مع الخشوع. فقال العلماء في هذا الباب أنه ممكن كشيء وسطي أنه أنا أجمع بين الأدبين، أنه أنت واضع يديك وتقرأ، شو تسوي؟ أنك ترفع بس الشاهد، ترفع بس الشاهد وأنت واضع يديك، دلالة على إيش؟ على انك انت بتأمن في سرك خلف الامام. اما ان كانت الصلاة ليست مفروضة، زي على سبيل المثال الوتر، يعني ممكن انه احنا في رمضان نصلي الوتر خلف الامام مأمومين، ففي هذه الحالة لو رفع الامام او بدأ الامام بالدعاء شو منقول؟ نقول لا بأس لو قدمنا ادب الدعاء على ايش؟ على الصلاة، كون الصلاة مالها ليست مفروضة وهي سنة من السنن. ففي الوتر على سبيل المثال إذا كنت في حالة إمامة يجوز أن ترفع يديك وتدعو وتؤمن مع الإمام. هذا كمان من الأسئلة اللي بيسألوني إياها. كمان إخواني أحد الأسئلة اللي يسأل في هذا الباب في صلاة الشروق وصلاة الضحى. يعني كثير من الناس بيسألني هل صلاة الشروق هي نفس صلاة الضحى ولا في فرق بيناتهم؟ نقول إخواني هناك حديثين منفصلين بخصوص صلاة الشروق وصلاة الضحى. صلاة الشروق إنما تكون بشروط معينة نعرفها من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ بقول أول شيء من صلى الفجر في جماعة، هذا شرط، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى، هاي تاني شرط، إنه مش روح تم موجود في المصلى وجلس في المصلى. الشرط الثالث يذكر الله، مش قاعد على سبيل المثال حمل جريدة ولا فتح البليفون على الأخبار، لا، يذكر الله، هذا الشرط الثالث. حتى أشرقت الشمس، أي الشرط الرابع، من الفجر للشروق. ثم صلى ركعتين كان له بهما ثواب حجة وعمرة تمتين. ففي لها شروط ولها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأنت بتكون مصلي الفجر في جماعة وتجلس في صلاك تذكر الله، سواء تقرأ قرآن، في حلقة علم، تسبح، تكبر، تهلل، أي شيء في ذكر لله عز وجل، وبتتمك في المصلى لحد شروق الشمس. وطبعا إخواني بنعرف أنه بعد شروق الشمس في فترة زمنية مكروه فيها الصلاة نسميها فترة الكراهة، تقدر ما بين يعني رمحين إلى ثلاث رموح، مقدار وقتي زماني يعني بين 8 دقائق ل 12 دقيقة تستنى بعد الشروق، وبعدين بتصلي هذول الركعتين. هذه الصلاة إيش؟ الشروق بنسميها. هلأ بعد صلاة الشروق، بعد صلاة الشروق هناك صلاة أخرى شو اسمها؟ الضحى. صلاة الضحى إخواني بنعرفها من حديث آخر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول يصبح على سلامي كل مسلم صدقة. شو يعني؟ يعني أنت لما تفي يا مسلم عليك أنك تتصدق عن أعضاء جسمك بصدقات، كل مرفق موجود عندك بدك تصدق عليه صدقة. والمسلم يعني عدوا فيه تقريبا البني آدم 360 مرفق، يعني بدك تصدق 360 صدقة.
بدك تسوي 360 صدقة. فشق ذلك على المسلمين، يعني قال كيف بدنا احنا نتصدق كل يوم 360 صدقة؟ مش سهل. فالرسول شو قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله. إذا بدك تسوي هدول، إذا تسوي شيء تاني، ركعتين يركعهما من الضحى. يعني إذا أنت صليت ركعتين من الضحى بكأنك شو تسويت؟ اتصدقت عن مرافق جسدك كله. فأنت كل يوم صدقة عن جسدك تتسوي. شو بتسوي؟ بتصلي ركعتين من الضحى. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الضحى تنتين، وصلاهم أربعة، وصلاهم ستة، وصلاهم ثمانية وعشرة واثناعش. فأنت مخير بين ركعتين لاثناعشر ركعة معك، قد ما بدك بتصلي. هلا أنت وقت الضحى منقول من الشروق، يعني بعد ما تصلي ركعتين الشروق لأيمتى؟ حتى ترمد الشمس. شو يعني ترمد الشمس؟ تشتد، وهذه مقدارها تقريبا ساعة قبل الظهر. يعني معك من وقت الشروق تقريبا ساعة قبل الظهر، هذا شو بنسميه؟ وقت الضحى، بتقدر تصلي ركعتين. فإذا كنت أنت في الجامع وصليت الشروق ركعتين، شو منقول؟ منقول لا بأس إنك تصلي في الجامع كمان إيش؟ ركعتين للضحى. ليش؟ لأنه صلاتك في الجامع مضاعفة. إحنا في المسجد الأقصى منعرف صلاتنا مضاعفة، إما 250 ضعف أو 500 ضعف أو 1000 ضعف. وفي بعض الأحاديث في حق المسجد الأقصى تتكلم بمئة ألف ضعف، بحسب إخلاصك ودينك وإيمانك وقبول الله سبحانه وتعالى إليك. أقواها طبعا اللي هي 250 ضعف، والشهير بين الناس اللي هي إيش؟ 500 ضعف. فتستطيع أن تصل. هلأ أمر آخر إخواني، اللي هو جمع النيات. شو جمع النيات؟ يعني على سبيل المثال نقول إنسان دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد، هلأ من المفترض في دخوله إلى المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. هذا الأصل، أنك أنت تسلم على صاحب البيت، على الله سبحانه وتعالى، بإيش؟ بأنك تصلي ركعتين. طب منقول إنسان دخل إلى المسجد وقت الفجر، وكان الإمام عماله بتحضر أنه شو بده يسوي؟ بده يبدأ صلاة الفجر. شو في عليك؟ في عليك ركعتين سنة، مزبوط ولا لا؟ فبتقول أنا إذا صليت هلأ تحية المسجد ممكن تضيع علي إيش؟ السنة. وإذا صليت السنة ممكن تضيع علي إيش؟ ركعتين تحية المسجد. فبإيش أنا أتبادر؟ بإيش أبدأ؟ هل أبدأ بالتحية ولا أبدأ بالسنة؟ نقول في مثل هاي الحالات يشرع على الإنسان أن يجمع النيات. شو يقول؟ يقول أنا بدي أصلي ركعتين، هذول الركعتين أحتسبهم عند الله إنهم تحية مسجد وإنهم إيش؟ سنة الفجر في نفس الوقت. فإن صليت ولسه كان في معك وقت، شو بتسوي؟ بتصلي كمان ركعتين. أما إن ما بدأ الإمام بصلاته، بتكون كأنك إن شاء الله ومنحسبهم مقبولين عند الله سبحانه وتعالى، صليت في جمع للنية. هلأ بعض الناس كانت تجمع النية في صلاة الشروق مع صلاة إيش؟ الضحى. بتقول أنا بدي أصلي ركعتين منهم شروق ومنهم إيش؟ ضحى، تجمع النيات. هلأ منقول يعني نحسب إنه الله سبحانه وتعالى يتقبل، لا نعلم، ولكن الأفضل إنك شو تسوي؟ إنك أنت تصلي كل ركعتين بنية مخصوصة، إنه هدول ركعتين عشان أنا أخذ ثواب الحجة والعمرة، وهدول ركعتين عشان شو أسوي؟ أتصدق عن جسدي كله. لكمان سؤال إخواني بصلاة بخصوص صلاة الضحى، البعض بيسأل هل تصلى الضحى فرادة ولا ممكن أن أصليها جماعة؟ أنا بقول اللي بدخل على المسجد في ناس بتصلي متفرقين كل واحد هون وهون، وفي مرات بشوف جماعات عمالها بتصلي، فهل ألحق في الجماعة ولا أصلي لوحدي؟ طبعا إخواني احنا منقول إنه الصلوات توقيفية، والرسول عليه الصلاة والسلام شو قال؟ خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الأصل في الصلوات الاتباع، وعدم الاتباع شو بكون اسمه؟ ابتداع. واحدة من هذول التنتين، إما الاتباع أو الابتداع. فنقول بالنسبة للضحى نعلم من الشرع حالة واحدة فقط لا غير، حالة واحدة فقط لا غير، كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي باتجاه الكعبة للضحى، فصف المسلمين خلفه من غير ما هو يقول لهم، إن هو بدأ الصلاة وشو أجوا؟ أجت الناس وراء من خلفه وصلت خلفه معه، ولا نعلم بعدها أن هذا الأمر تكرر. هلأ إنه ما تكررش الأمر شو معناه؟
كأنه الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم، وإلا كان شو عرفنا أنه هذا الأمر تكرر كمان مرة. فكأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه صلاة الضحى لازم تكون فرادة كل واحد لحاله، ونقول والله أعلم. إلا أنه بنفس الوقت إخوان نحن كمسلمين يعني ننصح ولا نكفر، يعني لا يجوز أقول لواحد الله صلاتك باطلة لأنك فعلت كذا وكذا، هاي الصلاة لمين؟ لله عز وجل. ونحسب أن الله سبحانه وتعالى يتقبل، أن الله سبحانه وتعالى يتقبل إحنا قبولنا بطريقة معينة، وقبول الله سبحانه وتعالى غير، كرمنا بدرجة معينة كرم الله سبحانه وتعالى بغير. ولكن منقول دائما وأبدا الاتباع أفضل من الابتداع، أنك أنت تسوي شغلة على خاطرك بطريقتك. هذا كمان إخواني أحد الأسئلة اللي يسأل في هذا الباب. إيش كنت بدك تسأل؟ عليه الصلاة والسلام. هل جائز إني أنوي نيات جمع النيات سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد، أو سنة الوضوء مع سنة قبل سنة الظهر أم لا؟ طيب، يعني تكلمنا عن جمع النيات وانه قبولها على الله سبحانه وتعالى زي ما حكينا يا اخوان، يعني هناك صلوات كثيره ممكن الواحد يتنفل فيها امام الله عز وجل. على سبيل المثال يعني نعلم انه هناك ركعتين كان بعض الصحابه يصلوها بعد الوضوء، يعني يتوضا ويصلي بوضوء ركعتين. وايضا كما قلنا عند دخول المسجد في عندك ركعتين تحيه المسجد، في عندك نوافل، في عندك سنه الفجر. فلو قلنا انسان دخل على سبيل المثال على المسجد وهو معتاد يصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين السنة وبعدين يصلي ركعتين الفرض، وكان الوقت شماله ضيق أو مش عارف قديش تمعه وقت، فيجمع الثلاث نيات في نية واحدة والقبول على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. أما إذا أنت قدرت أنك أنت تفرد لكل نية وركعتين شو بكون؟ بكون إن شاء الله أفضل، لأنه أصلاً قيامك وقعودك وتلاوتك وحركاتك كلها فيها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. شو كان سؤالك؟ يعني الأخ بيسأل إنه إذا إحنا صلينا الصلاة والإمام لم يقرأ بالبسملة، هلا أنت يعني بتعرف إنه هو ما قرأها، يعني إنه هو منكر للبسملة قبل الفاتحة؟ يعني إحنا لا نستطيع أن نقول إنها باطلة، ولكن إذا كنت تعلم إنه الإمام يرفض البسملة كفكرة، مش انه بسرها او ما بسرهاش، انه هو يرفض انه تلوتها، فيفضل انك انت ما تصلي خلفه يفضل. اما اذا صليت خلفه فالامام ضامن، يعني هو اذا في وزر يقع عليه. اما انك انت اذا كنت تعلم انه يخالف الشرع وتصلي كأنك بتحمله ايش؟ بتحمله الوزر، فعشان ما تحمله الوزر بتصلي خلف او بتطلب امام غير هذا الامام. بالنسبة للبسملة إخواني، البسملة من أعظم ما أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال. شو يعني ذي بال؟ له أهمية. كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، يعني ينقطع في الدنيا ولا يصل للآخرة. فما بالك لما تكون هذا الأمر شو هو؟ صلاتك أو افتتاحك للصلاة. فكيف تبدأ الصلاة دون أن تربط هذه الصلاة بإيش؟ بالآخرة. فمن أهم ما تبدأ في الصلاة أن تسمي الله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة. تفضل. شو السؤال؟ سؤال يا سيدي. عند صار لي سؤال بكتب على المعلومات بصر أنه يتذكر اسمه. كلا بشوف شو. والله يجزيك الخير. تفضل. شو سؤالك؟ هلا ذكرت انه ركعتين تحيه رب المسجد تجزئ عن السنه وغيرها، تجزئ يعني هدول الركعتين لما بدي اجي اصلي انا ركعتين تحيه رب المسجد واقول والله سنه الظهر او سنه ما حكيت هيك ما حكيت هيك. لا خلص حكيت لانه الدرس مسجل. سؤالك الله يجزيك الخير يبارك في عمرك. في حدا عنده سؤال اخر؟ تفضل. السجود السهو قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ يفضل بعد التسليم، يعني في عليها اختلاف، ولكن الأقوى والأرجح بعد التسليم إن شاء الله. يعني صليتها مع إمامية كثير يصير يجوز. من ناحية يجوز كيف حكينا عن البسملة إنه يجوز إنك أنت تسرها وتعلنها، كمان نفس الإشي بالنسبة للتسليم. تفضل. شيخ
فرض السلوك والضحى إجباري سنة ولا فرض؟ لا هي من السنن بس فيها فضل عظيم، فضل عظيم. إذا ما صليت الضحى فعليك أنك أنت تتصدق ب 360 صدقة أو تسبح 360 تسبيحة أو تؤمر بمعروف 360 مرة أو تنهى عن منكر 360 مرة أو تصلي ركعتين من الضحى. والضحى إخواني فيها كثير أحاديث من الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لأبو هريرة يوصي فيها أبو هريرة بثلاثة أمور لا يتركهما، لا يتركهم أبدا حتى يموت، من ضمنهم صلاة الوتر، ومن ضمنهم صلاة ثلاثة أو صيام ثلاثة أيام كل شهر، ومن ضمنهم ركعتين يركعهما من الضحى. فهي وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونها وصية فهي قوية وعظيمة وثوابها إن شاء الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في حد عنده أي سؤال آخر إخواني في هذا الباب؟ ما مرش علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن. لا شو اسمه الشخص اللي حكيت للوعد الحق اسمه؟ اي حضرته، خلص حضرته، الله يجزيك الخير. طيب نرجع اخواني. حضرت واحد تاني انا معناه. هم هادي مش بابا التنين. هادي؟ هذا. هذا. الله يجزيك الخير. طيب إخواني أخواتي أحبتي في الله، نكمل في آخر درس كنا نتكلم فيه عن بواعث العمل، ونذكركم أنه يعني بعجالة قسمنا الأعمال إلى عبادات ومعاملات، وقلنا أنه العبادات يجب أن تكون توقيفية نأخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما المعاملات التي فيها سواء معاملات مع الأشخاص والأفراد أو فيها طلب لا الأرزاق، فهذه المعاملات أيضا تصبح عبادات باختصاصها بنية سليمة بإذن الله، يعني نطلب فيها الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عبادة، لأنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنتخذ نية سليمة بإذن الله. وقلنا إخواني أن الإنسان مركب من خمسة مركبات رئيسية هي التي تحدد كيفية قيامه بهذه الأمور. نذكر الجسد والنفس وفيهما الروح وقرين الجان ومجموعة من الملائكة تحفظ هذا الإنسان. وبدأنا نتكلم عن بواعث العمل التي تدفع هذا الإنسان للعمل، وقلنا أنه أول باعث من بواعث العمل ألا وهو الفطرة. الله سبحانه وتعالى يجبلنا ويخلقنا على فطرة منه سبحانه وتعالى في قلوبنا. هذه الفطرة تبدأ بتوضيح كل أمر إنه هو حلال أم حرام، هذه فطرة ربانية الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. ثم قلنا هناك هوى النفس، هوى النفس أن يعطيك الله سبحانه وتعالى أحقية اختيار إما الفجور أو التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأنت تختار إما الفجور أو التقوى. هذا الباعث الثاني الذي تكلمنا عنه. والباعث الثالث سميناه الغريزة، وقلنا أن الغريزة هي جزء من الجسد وليست من النفس، ووجود الغريزة في الجسد تعطي هذا الجسد إمكانيات وتدفع إلى أفعال كلها قائمة على أمرين البقاء والاستمرار. وعند الجسد قدرة على خلق مشاعر، مشاعر المشاعر من يذوقها؟ تذوقها النفس. فالجسد يخلق مشاعر والنفس تحس فيها. في عندنا إيش اسمه مشاعر، في إيش اسمه أحاسيس. الجسد يخلق المشاعر والنفس تحس بهذه الأحاسيس. فنقول بهذه العمل التبادلي بصير في لغة خطاب ما بين الجسد والنفس. الجسد يريد البقاء، يريد الطعام، يخلق مثلا الجوع، يشعر أو تشعر النفس بهذا الجوع، تعطي الأمر للجسد بالأكل ويتناول هذا الجسد الطعام. فقلنا وجود النفس والجسد الأمر إنما يكون للنفس، وقلنا الأمر يكون للنفس في حالة وجودها، في حالة وجود. أما إن غابت النفس وبقي الجسد شو بصير الأمر لمين؟ للجسد نفسه. وقلنا إنه النفس تغيب في حالتين،
الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. يعني لما يموت البني آدم بتغيب نفسه ونخلص بطل فينا يعني أهمية نتكلم عن أفعال هذا البني آدم لأنه مات، ولكن والتي لم تموت في منامها عند النوم تخرج النفس. لأن خرجت النفس تنتقل مسؤولية الجسد من النفس للجسد نفسه، يعني لا يعود، لا تعود النفس هي التي تحكم الجسد. شو بصير؟ الجسد هو الذي يحكم نفسه. وهذا شو بيعني؟ بيعني أن هناك عقلين يقومان بصياغة الإنسان، عقل النفس وعقل الجسد. للنفس عقل، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن قلوبهم وربط القلوب يعقلون بها. العقل ربطه بالقلب. وأيضا إخواني إحنا بنعرف إنه الدماغ اللي الله سبحانه وتعالى جعله وحدة مركزية للجسد، شو فيه له؟ فيه له عقل. هناك عقلين في الإنسان، عقل النفس وعقل الجسد. عقل النفس يقوم بعمليات مربوطة بأمور تعتمد على بقائه واستمراره ويرسل نتائجها للنفس. أما القرارات من فين بتيجي؟ من النفس. هلأ إن غابت النفس والجسد بده قرار ومش قادر ياخذ القرار من النفس، من فين بيرجع بياخذها؟ بيرجع بياخذها وهو بيقرر. يعني اعطيكم مثال، على سبيل المثال انسان نائم وانا اجيب على سبيل المثال شعله من نار، وشو اسوي؟ اقربها شوي شوي على ايده. شو بيسوي هو نائم؟ بسحب هاي الايد. طب هذا الامر يعني بده عقل ولا ما بدهش عقل؟ بقول طبعا بده عقل، بس البني ادم ما فاقش، هو تصرف لحاله وهو نائم، يعني ما أعطته النفس الأمر أنه هو يسحب إيده. مين اللي أعطى أمر سحب الإيد؟ عقل الجسد، لأنه عقل النفس ماله غائب. في حين لو أنت كنت فايق على سبيل المثال وأنا جيت ولعت نار، وأنت عقلك النفسي مش عقلك الجسدي شو بقول؟ أنا بخافش من النار وبقرب النار، شو بتتمك؟ حاطط إيدك ويمكن تشعطك النار وأنت مالك لسه حاططها، مظبوط ولا لا؟ مين اللي قرر انه يخلي الايد موجوده؟ النفس. طب هلا بنقول هل ممكن في اي حال من الاحوال وانت نايم تقرر انك بدك تخلي ايدك حتى لو عملك تنحرق؟ نقول مستحيل، من المستحيلات. ليه؟ لانه الجسد وظيفته انه يحافظ على نفسه، ما في عنده شيء اسمه كرامه، ما في شيء اسمه عنده شجاعه، ما في شيء اسمه والله انا قوي، لا، عنده ايش انسب شيء اسويه احافظ فيه على نفسي. الكرامه والشجاعه والاقدام والقدره وكل هاي الشغلات على مين بترجع؟ ترجع على النفس. يعني مين الشجاع، النفس ولا الجسد؟ نقول النفس هي الشجاعه وهي المقدامه او هي الجبانه بنفس الوقت. يعني ممكن انا وانت نايم اجي اقرب عليك النار لحد ما ايش انت تبدا تحس فيها، تحس باللهب تبعها، بعدين تسحبها. في حين وانت فايق احمل شعله من النار لسه بعيد عنك مترين، شو تسوي؟ تهرب، مظبوط ولا لا؟ يعني لسه انت ما وصلكش الحم، شو سويت؟ هربت. ليه؟ لانه انت نفسك شو كانت؟ جبانه، ما بدها اصلا لسه توصل لمرحله انه النار وصلت. فالاقدام والشجاعه والقوه والكرم والشغلات التانية، كلها هاي الأفعال اللي احنا مسويها هذه بتكون مبنية وبتكون لها علاقة بالنفس. عشان هيك ممكن إخواني تلاقي إنسان رفيع هالقد وتلاقي بني آدم له عضلات وتصير مقتلة والتنين ينزلوا، من تلاقي المقدام والشجاع؟ هذا الرفيع تلاقيه شو ماله؟ تمه موجود وخبط ويقيم وهو آخر واحد تمه في الساحة. في حين يمكن أبو العضلات أول ما نزل شو سوى؟ هرب، ممكن ولا لا؟ ما إلها علاقة بالقوة الجسدية، إلها علاقة بالقوة النفسية. بتستغرب يا إنسان إنك تعرف هذا الجسد قديش ممكن يحتمل إذا أنت بنفسك صبرته على الاحتمال. فالصبر على الاحتمال إنما يأتي من النفس وليس من الجسد. القدرة الجسدية اللي موجودة هذه إلها إيش علاقة؟ إيش علاقتها؟ علاقتها أنها تحتمل الشغلات الموجودة، وهذا الاحتمال تقريبا نفس الشيء عند نفس البشر. فإن كان هذا الإنسان الضعيف الرفيع احتمل كل هذه الأمور، فما بالك إنسان جسده أقوى المفروض أنه يحتمل أكثر. ولكن شو اللي بيفرق بين شخص وشخص؟ نفسه. هل هي نفسه شجاعة
أو نفسه جبانة، نفسه بدها تتمها موجودة ولا. هلا منقول إخوان فهمك لهذه الأمور، فهمك إنك أنت تفهم إنه الشجاعة والجبن هو عمل نفسي مش عمل جسدي، يمكن التدرب عليه. يعني ممكن أنك أنت تبدأ تحكي مع نفسك وتفهم حالك وتقول لحالك أنا أستطيع أني أنا أصبر حتى لو أكلتي هواي هوايتين ثلاثة. الشغلة شغلة صبر مش شغلة احتمال بس أنه جسمي بيحتمل ولا لا. هلأ الصبر على الاحتمال هو اللي بيعطيك قدرة. والنصر إخواني مربوط بإيش؟ بصبر ساعة. مين اللي بيقدر يصبر أكثر من الثاني بغض النظر مين أقوى من الثاني؟ شغلة شغلة صبر شجاعة، فالشغلة نفسية أكثر منها شغلة قوة مادية. يعني كده إخوان منقول إحنا المسلمين إن شاء الله كوننا منعرف إنه إحنا في النهاية أمرنا على الله سبحانه وتعالى، أمرنا على الله عز وجل، وهجرتنا لله عز وجل. عشان هيك لا نخاف في الله خوفة لائم، حتى لو فنى هذا الجسد، حتى لو كانت نهاية لهذا الجسد، ولكن أنفسنا لا تنتهي. فين بترجع؟ ترجع لله عز وجل. عشان هيك مهما صادفنا من أمور ومن مصاعب ومن إشكالات، مهما كانت متراكبة وقوية وضخمة، شو منعرف؟ نعرف انه قد ما انت صبرت، يعني بتوصل لمرحلة انه قدامك مش قادر يصبر لانه ما في عنده هذا الايمان. والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. يعني حتى في صبرك اللي قدامك وهو بيعذبك عماله بتألم، ولكن احنا في فرقية بيننا وبينهم. وترجون من الله ما لا يرجون، احنا رجعنا بالله سبحانه وتعالى. عشان هيك بيبقى صبرنا واحتمالنا اعظم بكثير منهم، لانه احنا هجرتنا لله سبحانه وتعالى، ولا نخاف بالله سبحانه وتعالى لو متى لا. فنقول اخواني يعني العلاقه ما بين الجسد والنفس علاقه يعني جميله جدا لو احنا فهمناها وقدرنا انه احنا يعني نتعامل من خلال معطيات. في تعاملنا من خلال هاي المعطيات ممكن إنه إحنا نقوي أنفسنا. كيف أنت بتروح بتقوي جسدك؟ بتروح على جيم أو ساحة رياضية بتبدأ تتعلم الرياضة والركض والسباحة وكل هاي الشغلات؟ بقول هذا مهم جدا، ولكن هناك أمر أهم منه، إنك أنت تتربى نفسيا من داخلك. كيف إنك تكون مقدام وشجاع وما تخاف بالله سبحانه وتعالى لو ما تلائم، وتتمك صابر وثابت على مبدأك وعلى دينك وعلى إيمانك، ما تتزحزح مهما حدث، مهما حدث ما تتغير. أهم من إيش؟ أهم من القوة الجسدية. فالإيمان مهم، القوة الجسدية مهمة، ولكن في الميزان الإيمان وإحسانه أهم من القوة الجسدية. فإن جاءت القوة الجسدية بعد الإيمان شو سوينا؟ بنينا خير على خير، زي ما نقول نور على نور. إن شاء الله منكون هون إحنا قوينا أنفسنا وقوينا أجساد. فنعلم أنفسنا إخوان، نعلم أنفسنا على هذه الأمور. من الأمور اللي ممكن تعلمك على هذه الأمور يعني إنك أنت تقوي النفس الصدقة إخوان. الصدقة من أعظم الأمور اللي ممكن تقوي نفسك، إنك أنت تدربها إنه أمرها على الله سبحانه وتعالى، بحيث إنك أنت يعني الصدقة اللي هي الكرام تؤدي إلى الشجاعة. ما في كريم إلا بكون شجاع، بكون شجاع. وما بكون في واحد بخيل إلا بكون إيش؟ إلا بكون جبان. الصدقة تعلم الكرم، والكرم يعلم الشجاعة، لأنه هذه أمور مترابطة بعضها مع بعض. ولما نتكلم عن الصدقة إخوان، ليش بنتكلم على الصدقة؟ لأنه إحنا كمسلمين بنعرف إنه أرزاقنا على الله سبحانه وتعالى، أرزاقنا على الله لا تزيد ولا تنقص. فإن أنا أخرجت من مالي، هذا الذي أخرج من مالي ليس رزقي، رزق اللي بدي أعطيه. يعني شفت فقير ناولته على سبيل المثال 10 دراهم، الدراهم العشرة هاي مالها؟ مش إلي، هاي لمين؟ لفلان، ولكن سبحانه وتعالى جعلها في جعبتي حتى إني أنا أناولها لفلان وأخذ عليها الثواب. فإن أنا قمت بإخراجها وإعطائها لهذا المسكين أو الفقير، شو بكون؟ بكون جاهدت نفسي على ان انا اخرج من هذا المال للمستحقين والمحتاجين.
وهذه مجاهدة كبرى إخواني، من أعظم الجهاد، ولا تكون إلا بفهمك للعلاقة اللي بينك وبين الله عز وجل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بلال ويقول له: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلة. يعني مهما أنفقت ومهما دفعت ومهما تصدقت ما تخاف، لأنه رزقك على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تؤمن بالله أن الله سبحانه وتعالى يخلف ما تنفقه، وأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك في توكلك على الله، التوكل الحق، فأنت شو سويت؟ أنت توكلت على الله بالكلية. والتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني أن لا يضيعك الله سبحانه وتعالى. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا وقال: لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها. مستحيل انك تموت وفي لك رزق في الدنيا، لو شربت ماء بدك تشربها قبل ما انت تموت. وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام انه مقدار رزقك اللي بده يجيك في الدنيا من طعامك وشرابك ولباسك وسكنك وكل ما تحتاجه مقدر ولا يزيد ولا ينقص، وكتب لك هذا المقدار في رحم الأم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جمع ابن آدم في رحم أمه 40 ثم 40 ثم 40، هي 4 أشهر، يأتي ملك ويسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب، أول سؤال إيش؟ رزقه، هذا أول سؤال، بعدين أجله ثاني سؤال، بعدين عمله ثالث سؤال، بعدين شقي أم سعيد هذا السؤال الرابع. فإنت مكتوب لك رزقك وإنت في رحم الأم، فما ينفع في العمل وما يضر في الإنفاق. يعني إذا أنت أنفقت سيبقى رزقك كما هو، وإن أنت قمت وقعدت الدنيا بأي طريقة من الطرق لن يستعد رزقك. فأنت مخير، إما أنك أنت تلحق المال أو أنك أنت شو تسوي؟ اتآمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق. هلا أنت إن لحقت المال، يعني شو بقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول: وتحبون المال حبا جما. والرسول عليه الصلاة والسلام بقول: لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو أن له واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وبعدين كمل، عندك 3، عندك 4، بعدين مش راح تخلص. يعني بدك تمك تركض وراء المصاري، وبعدين بدك تصير حياتك كلها ركض وراء المصاري. أين معاملتك لزوجتك؟ أين تعليمك لأبنائك؟ أين عبادتك لله سبحانه وتعالى؟ أين جلوسك مع أصدقائك وأحبابك؟ أين أمرك بالمعروفك ونهيك عن منكرك؟ إذا كانت كل حياتك ركض، لأنه الله سبحانه وتعالى وضع في قلوبنا حب المال، هذا الشيء طبيعي أنك أنت تحب المال، ولكن حبك للمال يجب أن يقابل مجاهدة نفس في هذا المال، لأنك تعلم أن هذا المال في رقدك خلفه لن يجدي نفعا، لن يزداد رزقك في رقدك لو وراء المال لن يزداد. يعني لو انت جلست ما راح يقل رزقك، ولو انت ركضت ما راح يزيد رزقك. عشان هيك تجاهد نفسك ان يكون عملك عبادي لله عز وجل، وليس رقد خلف المال، ليس رقد خلف المال. فنقول اخواني ندرب انفسنا اول اشي حتى انه احنا نتعلم نصبح شجعاء وكرماء، نتصدق. ولا بأس انك انت يعني تبدأ بصدقة قليلة، ما راح اقول لك والله اخرج كل راتبك صدقة لله عز وجل، لا، ابدأ بصدقة قليلة، جرب وحاول. وبالاخص اخواني بقول للانسان اللي معاشه اللي جاي مش عماله بكفي، بالاخص هدول بقولهم شو مالهم؟ ابدأ بالصدقة وجرب. مش اللي معاشه معه زيادة، لا، اللي بقول له المحتاج أكتر بقول له هو اللي لازم يتصدق، لأنه في صدقتك لن تكون أكرم من الله سبحانه وتعالى. إن أنت أخرجت من مالك فالله سبحانه وتعالى سيخرج من رزقه إليك، لن تكون أكرم منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ومما رزقناهم ينفقون. فلما تنفق يأتي رزق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تنفقه من رزق الله سبحانه وتعالى. فإن رأى الله سبحانه وتعالى أنك تخرج من هذا الرزق بيزيد لك هذا الرزق عشان تخرج أكثر. يحب الله سبحانه وتعالى أن تعطي أكثر، وكلما أعطيت أكثر كان رزقك أكثر من عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني نقول ابدأوا بتعليم أنفسكم
الصدقة ولو قليلا قليلا، تدربوا عليها زي ما نتدرب على تعلم الأحرف، وزي ما نتدرب على الرياضيات، وزي ما ندرب أجسادنا، تدربوا كمان على الصدقة إن شاء الله. في تدربنا على الصدقة بإذن الله سبحانه وتعالى بداية، الله سبحانه وتعالى يبدأ يفتح علينا في أمور أخرى. لو بالأكل أستاذ، في أي شيء، الله سبحانه وتعالى يقول ومما رزقناهم ينفقون. مش شرط إخوان الصدقة تكون مال، يعني على سبيل المثال يعني نظرك أهو صدقة ولا لا؟ مش رزق من الله نظرك؟ رزق من الله، فتنفق من نظرك. تقول لي كيف بدي أنفق من نظري؟ بقول لك في يوم من الأيام روح على جمعية للمكفوفين، قول لهم أنا بتبرع في يوم عمل عندكم، شو في عندكم شغلات، مين عندكم أعمى بده يروح مشوار أخده معاي. هلا لما تأخذ بإيد الأعمى شو بتكون تصدقت من إيش؟ من نظرك. لما تروح على سبيل المثال بدك تتصدق من سمعك، بتروح على جمعية للصم بتقول لهم أنا بدي أتبرع بيوم عمل عندكم، بدك تتبرع في قلبك، بتروح على مستشفى من المستشفيات بتقول لهم يا عمي فين قسم القلب، إيش في شغلة بقدر أساعد فيها اللي موجودين في هذا القسم، أمشيهم أدربهم تتبرع. كل شغلة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها إنما هي رزق، وعليك أنك شو تسوي؟ تنفق منه. فلا بأس إخوان لما أنت تفيق تبدأ تعد نعمة، بديش أقول لك نعم، دور على نعمة عليك من نعم الله، وأنت عدوا نعمة الله لا تحصوها. دور لك على نعمة واسأل كيف أنا ممكن أتصدق من هذه النعمة، واعمل على إخراج صدقة لهذه النعمة في هذا اليوم، إن شاء الله بكون خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله لكم.